المؤسسات المعنية بالإدماج الاستراتيجي في إطار مشاريع الشراكة، مؤسسة عتاد التكديس والحمولة جيرمان كشركة مناولة، وهي مؤسسة عمومية اقتصادية أنشئت سنة 97 900 و1000 بهدف إنتاج تطوير وتسويق هذا العتاد. مصنع الشركة مجهز بوسائل ومعدات حديثة ذات تكنولوجيا دقيقة. في مجال التصنيع الميكانيكي تتوفر المؤسسة على آلات موجهة رقميا وتنتج أشكال قطع الغيار الأكثر تركيبا. تمتلك المؤسسة أيضا آلات خاصة بصقل قطع الغيار الميكانيكية. وفي مجال التركيب المعدني تتوفر على وسائل ومعدات موجهة لقطع القطع الميكانيكية باستعمال أشعة الليزر وقدرتها على القيام بالمعالجة الحرارية السطحية للمعادن. منتوجات المؤسسة تخضع للمراقبة النوعية باستعمال أحدث التجهيزات.